هنا يا بنتي. ايوه يا بنت، انا ما بعرفش ازوج الحديد، بس يعني ربنا اعطانا امانه وراد يستردها. تزعلي؟ البقاء لله يا بنتي. ابوكي جاب الرب كريم. اتفضل معانا. اتفضل معاكم فين؟ هتعرف كل حاجه. اتفضل اتفضل. انا سعد. اهلا. اتفضل اتفضل بس. الحمد لله على السلامه يا متر. اركب ما تخافش، احنا نوصلك. اركب يا عم، اركب يلا. السلامة يا دراي، انت في بيت جوزك. سبحان الله، بيقبض روح عشان يشيع غير روحي. الدكتورة كانت هنا وكشفت عليكي وقالت انك حامل. حامل؟ ايوه، ومحتاجة راحة ووكل زين. انتوا هترحموني امتى؟ مش كفاية بقى؟ حرام عليكم، انتوا عايزين مني ايه تاني؟ يا متر، اخبار رحلتك ايه؟ تمام؟ وانتوا مين بالظبط؟ والله في العاده احنا اللي بنسال، بس بما انك بقى صاحب جمال الجبالي والشخص الوحيد اللي بيثق فيه عشان يسلمك ابنه وتصفره له، فانا هجاوبك. انا الشخص الوحيد اللي يقدر يحل لك موضوع المهندسه ربع، واقدر اطلعها لك من القضيه دي كان مفيش اي حاجه حصلت. تالي برضو انت عايزه تخرج مش كده؟ تمام، يبقى كده هنشتغل سوا. اشتغل سوا ازاي؟ تبادل مصالح، معلومه واحده منك قصاد براءه ربع. معلومه عن مين؟ جرايه متر، بلاش بقى الاسئله الغبيه دي عشان انت عارف كويس احنا عايزين ايه. جمال الجبالي مش كده؟ بالظبط. واكيد جمال حكى لك هو عمل ايه، وانا عارف ان انت كمان حذرته من اللي هو بيفكر فيه. بس هو جمال كده طول عمره عنيد وما بيسمعش الكلام، وده بقى اللي خلاني اقابلك دلوقتي. وانا ما اقدرش اعمل كده. ما تسرعش يا متر، فكر كويس قبل ما ترد عليا. وبعدين انت مش هتاذيه ولا حاجه، بالعكس انت هترجعه لعقله، عشان احنا لو بنفكر ناذيه كنا قدامنا مليون طريقه ناذيه بيها. هنروح بعيد ليه؟ احنا كنا قبضنا عليك انت وابنه في المطار، ساعتها كان هيجي لنا راكع لحد عندنا. وليه ما تقولش اصلا ان انتوا ما كنتوش عارفين ان انا مسافر سليم؟ لا عارفين كويس، ما تقلقش. وعارفين كمان اسم المدرسه اللي سليم راحها، دي فكره كويسه على فكره، بس برضه تحت عينينا. عينهم لما باعوني اياها قالوا لي مستحيل حدا غيرك يقدر يفتح. ضحكوا عليك يا مهدي. هن باعوني خزنه، بس انا استخدمتها مصيده. تولينا قالت لك اني مسافر، اعطيتك المفاتيح والكود، بس ليتني عم بستناك. مين اللي ضحك على الكل بالاخر؟
سلام يا متر. عايزينه هو. فكر ورد عليا. ما تنساش ان ربع اطماع طاري ومش هتستحمل البدل. طه بعتك تسرق الخزنه. لانه بيعرف شو في عندي. بيعرف انه في عندي مستندات ممكن تقضي عليه. انت وطه مربوطين ببعض. عشان كده ما تقدرش تأذيه. هو اللي قال لك هيك؟ لا. أنا اللي عارف كده. انت ما بتعرف شيء، ما بتعرف حتى كيف توصل لي. لولا اللي عملته مع مسعود حج خلاني ساعدك توصل له. خليه ماشي وراك، اوعك يحس انك منتبه له. وحطيتك تحت عيوني. يعني انت ال راصد كل حركاتك، اجتماعاتك مع طه، إيميل حشاد، تولين. بس خسارة، موعدكم اللي جاي ما راح يزبط. ما تخليش ثقتك بنفسك يا مهدي تنسيك أنا مين وبعرف أعمل إيه كويس. كنت أوقات كثير أنا بفكر بحالتك، بحس إني ظلمتك لما قربتك مني. كان لازم تضل عاملك مثلك مثل أي عنصر من عناصرنا. بس الحقيقة أنت عجبني، كنت ذكي، بتعرف تعمل شغلك منيح. لوقت ما بلشت تفكر وتسأل وترفض خطية إبليس الأولى يلي لحد هلا البشرية بتدفع ثمنها. لو بتسمي رفض إن أكمل في الغلط خطيئة، يبقى الإرهاب وتجارة السلاح ودفن النفايات إيه؟ أنت كمان عارف دفن النفايات؟ ما أنا بسأل كتير زي ما أنت بتقول، واللي بيسأل بيعرف يوصل. واللي بيسأل لازم ياخذ جواب. بزنس بزنس كله بزنس. زرع الشر والمرض للناس تحت الأرض بزنس، الحكم عليهم بالموت قبل ما يعيشوا بتسميه بزنس يا مهدي؟ للأرض وللناس اللي بتحكي عنهم لهم قيمة. أراضي واسعة، ثلاث أرباعها صحاري، ناس بتموت بسبب وبدون سبب، من الفقر، من المرض، من الجوع، من التعذيب. بقى وين الغلط طالما هن الميتين ميتين؟ عشان انت واللي زيك عايزينهم كده. وانت ما كنت واحد منا؟ ما سألت حالك الجهاز اللي كنت شغال فيه بيصرف من وين؟ الأسلحة، العمليات، المعدات كلها، مين بيدفع حقها؟ الأرض اللي عم تحكي عنها كانت بتنزرع، كانت سلة غذاء العالم كله. اليوم صارت التراب ما له قيمة، بس نحن عم نحول هالتراب لذهب، لرصيد مفتوح بنصرف منه على الأجهزة الأمنية. شر بيمول شر. أرض بتتزرع قمح عشان تطرح سرطان. أي شعوب وافقت على الذل من زمان وخرست؟ ما حدا طلب منك إنك تعمل محامي عنا. طول عمرك عايش تحت الأرض، مو مسموح أبدا تطلع فوقها. طول عمري كنت بسمع عنك ان انت عامل زي اللغم بتدمر اي حد، بس دلوقتي خلاص انتهيت وجيت تحت رجلي. لازم افضل دايس عليك لحد ما تخلص بدل ما تنفجر في وشي. زين ايه اللي حصل؟ ليلى، ليلى اشرف، الكلاب رموها من بير السلة. ايه؟ ازاي؟
اتكلمنا في التليفون، قالت لي ان في حد مراقبها وخايفه. رحت لقيتهم عاملين لي كمين. طب وهي حالتها ايه دلوقتي؟ الدكتور لسه خارج من عندها وطمني. مين اللي عمله كده؟ دي رساله واضحه يا اشرف وصريحه، عشان عدينا الخط الاحمر وقربنا فعملوا معنا كده. خط احمر لمين بالظبط؟ ثروت زيتون. ليلى راحت هددته بانها عرفت كل حاجه ليها علاقه بقتل النصر. معاك سجاير؟ وبعدين؟ رمضان السفرج انتحر في زنزانته زي ما بيقولوا، رغم اني متاكد انه اتقتل برضه. يعني هو اللي عمل فيكم كده؟ وقبل الكلب. معلش يا زين، كل حاجه هتتظبط ولمصلحتنا. ده التعويض الوحيد اللي ممكن نقبل بيه يا اشرف، غير كده نبقى اتكسرنا كلنا. ده عنوان الدكتوره حنان الجوهري اللي ليلى شافتها عند رضا، ورمضان السفراجي برضو قال لي عنها. تمام. ليلى جابت عنوانها من امن الجريمه. اشرف، لازم تروح لها وتسمع كل اللي عندها. الحكايه ما بقتش اختفاء رضا لوحده. لو ما اتحركناش باقصى سرعه يا اشرف هنختفي كلنا. ماشي. الحكايه دي يا علي باشا حكايه صعبه مش سهله. ما تاخذنيش يعني محتاج شويه وقت. ما تلفش وتدور علي يا سيدنا الشيخ. انا سالت في المعامل بتاعتك من وراك وعرفت ان الناس شغاله تمام. الكميه الاخرانيه اللي جات لك قليله بس شغالين يا نور. بص علي باشا، البضاعه دي طالعه لاصحابنا في الجبل وسينا وتحت عينين الناس اللي فوق. ما تاخذنيش يعني المعلومه اللي عندي ان سعادتك في اجازه ومفتوحه كمان، صح؟ صح يا نور. طيب سعادتك بقى ما ترضليش الاذيه، لما سامي زلط يعرف ان انا اديتك البضاعه دي. شوف يا نور، انا هستلمهم منك بيع وشراء، والجهاز ملوش دعوه بالكلام ده كله. موزع يعني؟ بالظبط كده. ايوه بس سعادتك عارف ان انا طول عمري بني له بوزع، وما سبقليش ان انا غيرت الحكايه دي. غيرها يا نوح، غيرها، واللي هتطلبه هتاخده. ماشي علي باشا. سيد جمال، تأخرت ليه؟ أنا بعتذر بس الجهاز نفسه كان معمول له باسورد كتير صعب، وكل الفولدرز اللي جوا كمان. والمهندس قدر يفتحه؟ عشان هيك اتأخرت. شوف شوف شو رأيك؟ ده طال وير. إيه، وشخصيات عربية وأوروبية من المجر من روسيا ومن بولندا، وحسابات بنكية وتحويلات إلى بنوك أوروبية وعربية. يبقى ده السيف بقى اللي حطه المهدي على رقبة الكل. شوف شوف الخرايط هون، هيدي ما بنعرف لشو، وهون تدمر بسوريا. طب يعني إيه الكلام ده؟ هيدا بيعني إنه إلهم علاقة بدفن النفايات. ده أكيد أكيد. عناوين إيميل زكتيري بيغيروها من وقت للتاني للأمان. القايمة دي اللي فيها كل الناس المتورطة في الشبكة. بس المشكلة إنه مش محدد دور ونشاط كل شخص بهالشبكة. ولا يهمك، هذا كله اللي حنوصل له. إذا ربطنا بين التواريخ والمعلومات والعمولات كله بيصير هين. إن شاء الله. لا يا عم علي، المير مين وبتاع مين؟ لا طبعًا ما اديتلوش حاجة. أنا كنت بس كده بجري في الكلام. أنت برضه على فكرة المفروض تعمل كده لو اتصل بيك أو حب يقابلك. يا عم الحكاية مش ناقصة شبهة. لا لا لا، ده جربان وبيعدي دلوقتي، ابعد عنه. طيب طيب سلام يا عم. الحمد لله على السلامة يا ست العرايس. الله يسلمك يا حبيبي. ما خرجتش يعني؟ هخرج ليه بقى؟ ما المدام خرجت وراحت الموقع وقابلت المهندسين والاستشاريين والعمال واطمنت على كل حاجة، ومش بس كده، بعدي قعدت وشربت الشاي كمان. مش كده؟ هم قالوا لك؟ وحتى لو يا نوح يا حبيبي،
ايه المشكله ان انا اتابع شغلنا؟ ايه اللي يعصبك في حاجه زي دي؟ انا لسه ما اتعصبتش يا ست العرايس، لسه ما اتعصبتش. قلت ايه شري؟ لاني ممكن في ثانيه افرقع في وشك. جرى ايه يا نوح؟ هو برجاز وهيفرقع في وشي ولا ايه؟ ايه اللي يضايقك في حاجه زي دي؟ اللي يضايقني ان حريم نوح السباعي يخطوا خطوة برا البيت من غير إذنه، بالذات لما تبقى الخطوة دي خاصة بشغله أو رأس ماله. الله، طب ما هو رأس مالي أنا كمان. دي فهم غلط، أنت حيالنا ليكي حصة قد كده، حدها لك هي وأرباحها لما الحكاية تمشي. مزاجي أنا. يعني إيه بمزاجك؟ أنت ناسي يعني الفلوس فلوسي ولا إيه؟ آه، بس إحنا في بينا ورق بيقول ورق؟ ورق يا مهرات دي حاجة بيننا ومن بعض، حب يعني كلام كده بالراجل ومراته، انما الناس الكبار اللي انا بشتغل معاهم ما يعرفوكيش. يعني ايه؟ يعني انا فهمتك من الاول وفهمتك صح، انت ست غاوية طنطيت ومنظرة، وفي اول لحظة فردتي قلوبك وروحتي تسألي ليه وازاي، والناس اللي انا بشتغل معاهم بقى انا بيحبوا حد يقول لهم ليه ولا ازاي. باختصار يا ست الستات، انتي واقفه عليها بالخساره. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا نوح؟ الكلام ده وكلام اوحش منه هتسمعيه لو رجلك وقفت هناك تاني. انا اهم حاجه عندي يا فريال السمع والطاعه، فاهمه؟ اسمع كلمه حاضر. حاضر يا نوح. خليها الشيخ نوح، الشيخ نوح أحلى. حاضر يا شيخ نوح. تولين نردسن اوكي شمت تشكيرو. سيد نوير، هاي الملفات انفتحت وجاهزة للاطلاع. كان لازم يموت كمان. ممكن كنا نجيبه حي بس حضرتك أمرت. ما حدا بيتحدى طه نوير وبيفرض عليه شروط وبيضل عايش. مظبوط حضرتك. هاي المعلومات واضح انك كانت عم تشكل خطر. أنت ليش نازل؟ وقت التمر حضرتك. سيد طه نوير خير؟ أنا الرائد طارق شقرة، معي أمر بالقبض عليك. أية تهمة؟ نائب إيميل حشاد قدم بلاغ ضدك. تاني يا منى، تاني بتخوني لي يا بنت الكلب؟ مع مين؟ مين أبو المرة دي؟ ها؟ انطعي انطعي يا نمرة السكك يا وطية. ده يا علي انطعي، حرام عليك يا ابني، مرتك حمل اللي بطنها هيموت. خليه يموت يا أمه، خليه يموت، بس هي لازم تموت قبله. حرام عليك يا ولدي، ده روح ماله ذنب. الذنب ذنب امه، ده مش ولدي، اللي بطنها مش ولدي زي اللي قبله يا أمه. ده بتقول ايه يا علي؟ بتقول ايه؟ اللي سمعتيه يا أمه، اللي سمعتيه دي زانية، الولد ده مش من صلبي، عرفت دلوقتي؟ عشان كده جبتها هنا عشان تربيها يا علي. بص علي، انت صحيح زي ما بيقول علي زانية وخاطية وموحلة اسمه في الطين؟ ابنك ده مجنون وما يتعاشرش. وعشانك دي رحت لواحد تاني البر عشان تعاشريه. انت اللي زيك اهلها ما ربوهاش، لكن يربوها كلاب السكك مش الاكابر.
امشي اطلع برا. غوري غوري يا ثانية يا نجسة يا قربة مقطوعة، امشي اطلع برا. غوري غوري طولين. طمعي ايه مسن جد؟ ها ايه مسن؟ صار سنة ايه مسن؟ بينام يوما ميتون يملو دين يعني يملو غاسين يوما انسين تشوك يوردم. هاير 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 سن بني تشوردن هيتش سن بنا özgürlüğümü verdin beni o hapishaneden sen kurtardın. Hayır ben bir şey yapmadım. Yaptın. Sen olmasan hiçbir şey olmayacaktı ki. Her şey benim yüzümden. Hayır, 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 hayır. Hiçbir şey senin yüzünden değil. Hiçbir şey. Babanın evini gördün mü? Gördüm. Ailemle büyüdüğüm köye çok benziyor. Onlara döneceksin. Sana söz veriyorum. Senden daha iyi seni bulmaz demiş. Şşş. Cemal. Sen benim için çok önemlisin. Bunu unutma olur mu? Sen benim hayatımda başıma gelmiş en güzel şeysin. Ne olur unutma beni olur mu? Ben seni çok seviyorum. Çok. Ben seni seviyorum. دكتورة حنان أنا بشكرك إنك وافقت تقابليني. أنا عارف إن الموضوع ده يهمك زي ما يهم أي حد عايز يرجع حق الغلبان ده. صدقني يا فندم أنا بعد اللي حصل للأستاذ رضا حسيت إن أنا السبب في كل ده. أنا اللي اديته الملف وحمسته لحد ما قبله. وحضرتك طبعًا عارف النتيجة. طب أنا عايزك تحكي لي الموضوع من الأول خالص، وملف إيه اللي وديتيه رضا؟ حضرتك أنا مهندسة في المركز القومي للبحوث الزراعية، والدكتوراه بتاعتي في التربة وخصائصها. كان عندي حلم ان انا اخدم بلدي وكان عندي مشروع اشتغلت عليه سنين. ايه هو المشروع ده؟ استغلال منطقه العلمين ومنخفض القطاره للزراعه. بس العلمين دي منطقه الغام، ده اللي انا عارفه. وده اللي الاستاذ رضا اكتشف عكسه تماما. يا ابن عمي بس بيقول المنطقة دي عليها مشاكل وألغام. لا المناطق معزولة والباقي على الحدود والأطراف بس، وكل شغالين هنا يعرفوا أماكنها زين ويعرفوا كيف يفادوها. يفادوها؟ يفادوها هيروحوا فين يعني؟ على المقبرة. مقبرة يا ابن عمي؟ احنا وعينا على المنطقة واسمها المقبرة، بتجيها مقاطير من عالية قوي محملة بالصهريج الكبيرة، يدخلوا بيها المنطقة ويخرجوا من غيرها. صهريج؟ آه أنت قصدك الصناديق الكبيرة اللي فوق العربيات النقل دي، ها؟ تبلع خمس ست عربيات صغار. آه عارفها عارفها. محملة إيه الصهاريج دي؟ لا العلم عند الله، ده حتى سواقينها اللي بيجوا بيها من مينا ما بيعرفوا شو فيها. لا يا راجل. طبعًا. تعرف حد من سواقينها؟ آه الرئيس قنديل.
والحمولة دي بتتم كل قد ايه يا ريس أمين؟ كل شهرين ثلاثة أو أكثر. الحمولة بتيجي على مينا بدمياط. منجيبها ومندخلها جوه المعسكر. قصدك المقبرة؟ هم سموها المقبرة علشان الألغام الموجودة جوه في بطنها. والحمولات دي بتيجي علشان تفكك الألغام دي من الأرض خالص. لا يا راجل، يعني الحمولة دي فيها معدات تفكك ألغام؟ أيوه، أمال إيه؟ يعني بس كلام الناس بيقول إن سيبك من كلام الناس، ما تسمعلوش. طبعاً السواقين وأهل المكان ما كانوش يعرفوا حاجة عن الموضوع، والشركات اللي الحكومة كانت متعاقدة معاها ما كانش لها علاقة أصلاً بالحكاية. الموضوع كله كان لدفن النفايات. نفايات؟ أيوه. يعني موضوع نزل الألغام ده كان سطرة؟ بالظبط كده، وده اللي الأستاذ رضا اكتشفه وعرف إنه بيتم عن طريق رجل أعمال اسمه ناصر نوار، وكان ناوي يفجر القضية دي كلها للرأي العام. طب انت ما عندكيش صورة من الملف ده؟ للأسف لا، كان بيحكي لي بس، لكن كل الأوراق كانت معاه. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. الله يسلمك يا بابا. عملت معاك الواجب صح. عوضت كل القديم والجديد اللي عملناه معاها. طولين جدع. لولاها ما كانش زماني رجعت سليم. عمر الشايبة يا صاحبي. بنت جدع صحيح. رجعت بيك من هناك. سهرانة جنبك ما بتنامش. انت عايز اجيب لك دكتور؟ قالت لي لا، ما حدش هيراعي غيري. بقول لك يا بابا، في واحد اسمه البير نجيب، عايزك تدور عليه وتجيبه في ايدك وتيجي. وماله؟ بس بتاع ايه البير نجيب ده؟ افتح الدور كده. ده في فلاشة جوه. البير نجيب ده اللي هيكمل كل الحكاية. الفلاشة دي عليها كل حاجة. لولا ان انا عملت منها نسخة كان حقي كله راح يا بابا. اديني مكانه وهحضره لك وقتي. ماشي. قولي صحيح، يا ليلى عاملة ايه؟ ازاي ما جتليش لحد دلوقتي؟ مش عارفة ان انا رجعت؟ لا، ما عرفتش، ما حدش يعرف لحد دلوقتي. هو في حاجة يا بابا ولا ايه؟ شكلك كده خب عني حاجة. ليلى كويسة؟ لا يعني حصل لها حادثة بسيطة، لما تشد حيلك شوية نبقى نروح نطمن عليها سوا. حادثة؟ حادثة ايه؟ حادثة عادية يا صاحبي، بسيطة يعني، الحوادث بتحصل كل يوم. لازم اروح اشوفها دلوقتي. لا لا لا، لما تشد حيلك شوية. بكرة الصبح ان شاء الله، بكرة الصبح تبقى احسن، نروح نطمن عليها سوا. أشرف من فضلك طمني، أنا قاعدة هنا ومش عارفة إيه اللي بيحصل بره. ليلى حصل لها كده فعلاً؟ الكلام اللي بيقولوه هنا حقيقي؟ إنها وقعت من البلكونة؟ رموها يا روح. ليلى اترمت من البلكونة. زين كان عندها، دخلوا ضربوا زين ورموها هي من فوق. طب وليلى إيه؟ ليلى كويسة؟ طمني يا حبيبتي، أنا كنت عندها في المستشفى، هي طبعاً في العناية المركزة. بس الدكتور قال لي إن شاء الله هتبقى كويسة. أنا من ساعة ما جبت لي سيرة اسمه ثروة الزيتون ده وقلت لي أنتوا بدأتوا تجمعوا معلومات عنه، وأنا خايفة ومرعوبة. وده فعلا حصل. البداية ليلى وزين، وبعد كده هيدوروا عليك. أنا ده أكتر وقت في الدنيا كان نفسي أكون بره علشان أكون جنبها. يا حبيبتي إيدي، ما تخافيش. والله العظيم ما خايفة. أنا مش خايفة على نفسي، أنا خايفة عليك أنت يا أشرف. عاوزاك تبعد. تعرف تبعد؟ ما هو مش معقول كل اللي أعرفهم هيضيعوا واحد ورا التاني، ده حرام. يا ربا، ما ينفعش تعملي كده، لازم توزني الامور شويه، انا بقول عليكي ناضجه يعني. طب تقدر تقول لي ايه اللي بيحصل ده؟ فهمني.
لو تعرف حاجه بجد قول لي. انا عاوزاك يا اشرف تحط لي كل حاجه قدامي من غير ترتيب ولا تجميل، وانا يقبلها يرفضها. انا عايزك تعرفي حاجه واحده بس، انك هتخرجي من هنا وقريب قوي. ازاي بس يا اشرف؟ ازاي دي بقى؟ سيبيها لي انا لو سمحتي. بس يا روبا ارجوكي ارجوكي لازم تثقي فيها. ممكن السلام عليكم يا ام. انت مين يا ولدي؟ سلام تشوف يا ام. انا ولدك علي. ولدي علي مات. ليه بتقولي كده يا ام؟ وانا لسه عيله بنت 12، كنت بسمع كل السعيد يقول بيت البير مكسوف عمره، ما بيعمرش فيه راجل لحد شيبته ابدا، بيت حريم عادي لحد ما مات ابوي. وجه ابوك، مات ابوك وجيت انت، ربيتك وكسرت بيك لسان كل اللي كان بيقولوا ان بيت الميري بيت حريم، وبقى بيت الميري اكبر بيت في الزمام وباسم راجله. اسمك انت يا علي، اسمك انت. بس ده كلامك من زمن يا امه. لا ما ماتش يا علي، بيت الحريم عادي علي، بس انه بادي ورجله حي. كلام ايه اللي بتقوليه يا امي؟ انا اقطع لساني كلب يسمي اسم بيتنا بالعريم؟ ده بيت علي الميري وانا علي الميري يا امه. اخلص سد حنكك النجس على اسم ابوك. انت مش ولدي، انت دعوه امك اللي اتردت. ليه بتقولي كده يا ام؟ ليه؟ ليه؟ فردت فردك، فتحت فرشتك لظهر راجل غريب، حطيت رقبتك تحت مداس الفاشره عشان خايف من ابوها وعايز ملكه، وبدل ما تذبحها لا استنيت لما غار وخطفتها كيف الكلب وجبتها رميتها في حجري. رخصتني يا علي، رخصت امك وعملت منها نبوت ورا تتشفى من وراه في مرتك. ليه؟ ليه عملت كده يا علي؟ ليه؟ حبي علي هدك يما تسامحيني. ما تقولش امك. واسمع، انا رميت مرتك برا ونظفت البيت من نجاستها وعفيت يدي عن دمها. اما انت اطلع برا، مش عايز اشوفك هنا تاني، اخرج برا. أمك ماتت، أمك ماتت، وجنة ربنا اتحرم عليك.